أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل وسام حازم وقال إنه قائد لحماس في جنين. وأضاف الجيش أن وسام حازم كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال أخرى في منطقة الضفة الغربية. بيان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا أن مسيرة إسرائيلية قتلت أيضا اثنين آخرين حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها مع حازم، وهما ميسرة مشارقة وعرفات عامر. وعرفهما البيان بأنهما من نشطاء حماس في جنين وعملا تحت قيادة وسام حازم. وفي خطوة من شأنها أن تعرقل جهود التوصل لاتفاق، ولكن قبل ذلك مشاهدينا نتابع هذه المشاهد للسيارة المستهدفة التي أدت إلى قتل القيادي في حماس وسام حازم بحسب الأنباء الإسرائيلية. إذن هذه السيارة المستهدفة من مسيرة إسرائيلية في جنين أدت إلى قتل وسام حازم قائد حماس في جنين، الذي كان مسؤولا وضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة.